أنا اسمي اعتماد جعفر وأنا أعمل لدى لجنة الانتخابات في ولاية فيكتوريا كسفيرة للديمقراطية. إذا كان اسمك مسجلاً على اللوائح الانتخابية في المجلس المحلي البلدي في شهر تشرين الأول أكتوبر عند الساعة 4 مساء من ذاك اليوم من يوم 28 أغسطس، فسوف تحصل على رزمة اقتراع عبر البريد في أوائل شهر تشرين الأول أكتوبر. وإذا لم تصلك رزمة الاقتراع بحلول يوم 16 تشرين الأول أكتوبر، فيرجى الاتصال بمكتب الانتخابات التابع لمجلس بلدية ملبون على الرقم 920-901-00 للحصول على رزمة جديدة. دعنا نلقي نظرة على محتويات رزمة الاقتراع. ورقتا اقتراع مرفقة بتصريحات للمرشحين للانتخابات، ورقة زهرية اللون مخصصة لرئيس البلدية أو العمدة ونائب رئيس البلدية أو العمدة، بالإضافة إلى كتيب بتصريحات المرشحين للانتخابات. ورقة زرقاء اللون مخصصة لأعضاء المجلس البلدي وكتيب بتصريحات المرشحين للانتخابات. ظرف ورقة الاقتراع وظرف معد للرد مدفوع تكاليفه. دعني أريك كيف تقوم بالإدلاء بصوتك بشكل صحيح. لنبدأ بورقة الاقتراع الزهرية اللون وكتيب تصريحات المرشحين للانتخابات. الخطوة الأولى، أطلب من أحد الأشخاص قراءة كتيب تصريحات المرشحين لك إذا كنت بحاجة لسماعها، وبعد ذلك عليك أن تقرر من هو الشخص الذي سوف تصوت له. الخطوة الثانية، كيف تصوت بشكل صحيح؟ قم بترقيم جميع المربعات بالترتيب الذي تختاره. ضع الرقم 1 في المربع المجاور لفريق القيادة الذي ترقب في أن ينجح أكثر من غيره في الانتخابات، ثم ضع الرقم 2 في المربع المجاور لخيارك الثاني، ضع الرقم 3 في المربع المجاور لخيارك الثالث، ويجب عليك ترقيم جميع المربعات. دعنا نلقي نظرة على ورقة الاقتراع الزرقاء اللون وكتيب تصريحات المرشحين للانتخابات. الخطوة الأولى، أطلب من أحد الأشخاص قراءة كتيب تصريحات المرشحين لك إذا كنت بحاجة لسماعها، وبعد ذلك عليك أن تقرر من هو الشخص الذي سوف تصوت له. الخطوة الثانية، للتصويت لأعضاء المجلس البلدي عبر ورقة الاقتراع الزرقاء لديك خياران. الخيار الأول فوق الخط، ضع الرقم 1 في المربع المجاور للمرشح أو لمجموعة من المرشحين الذين تفضلهم أكثر من غيرهم، وهكذا تكون قد أدليت بصوتك. أو الخيار الثاني تحت الخط، قم بترقيم جميع المربعات بالترتيب الذي تختاره. ضع الرقم 1 في المربع المجاور للمرشح الذي ترقب في أن ينجح أكثر من غيره في الانتخابات. ضع الرقم 2 في المربع المجاور لخيارك الثاني. ضع الرقم 3 في المربع المجاور لخيارك الثالث. يجب عليك ترقيم جميع المربعات تحت الخط. دعني أريك كيف تعيد ورقة الاقتراع المكتملة. الخطوة الأولى، ضع ورقة الاقتراع الزهرية والزرقاء في ظرف ورقة الاقتراع. والخطوة الثانية، على الجزء الخلفي من ظرف ورقة الاقتراع قم بالتوقيع واكتب تاريخ ميلادك وتاريخ اليوم، ثم أقلق الظرف بإحكام. الخطوة الثالثة، ضع هذا الظرف في الظرف المعد للرد المدفوعة تكاليفه. الخطوة الرابعة،
تأكد من إرسال الظرف الذي يحتوي على تصويتك في أقرب وقت ممكن، ويجب أن يكون في البريد أو يجب تسليمه باليد شخصياً إلى مكتب الانتخابات المحلي في موعد لا يتجاوز الساعة 6:00 مساء يوم من يوم الجمعة الموافق 23 تشرين أكتوبر. بالنسبة لديتك صوتك. Your Melbourne, your vote.